مرحبا بكم مع فقرة الخزنة. اليوم أحببنا أن تكون الخزنة مع أطفال صغار عشان نشوف كيف طريقة بحثهم وانطباعهم وأيضا سؤالهم. معي اثنين أمورين صغيرين، اتعرف عليهم. الاسم الأول علي أنور العطاس. علي أنور العطاس، طبعا سجل هذا السباق والخزنة اليوم في حي السلام بالمكلا وشوارعها المكلاوية الجميلة مع رمضان الجميل. علي العطاس، اسمع له تحية من فريقه علي العطاس. والمتسابق الثاني هنا، اسمك من؟ عمار محمد سالم حقان. عمار محمد سالم حقان، اسمع له تحية. لحظة ركزوا الآن معاي، اسمع تحية لعلي. علي عمار جاهزين؟ جاهزين. تجيب لي مفتاح سيارة وتقولي ايش نوع السيارة هذه؟ تويوتا، سوزكي، ايش هنداي، ايش نوعها؟ قول صاحب السيارة ايش نوعها. لحظة تجيب لي برضو اي واحد اكبر منك ولابس فانيلا قرمة رياضية وتقولي ايش من نادي. تمام. الثالثة تجيب لي سيكل بيدل من ذاك الشارع، مش هذا مركومة كثير، من شارع هذا. جاهزين؟ علي العطاس وعمار حقان جاهزين؟ جاهزين. واحد اثنين ثلاثة. بسرعة يا شباب، تتوقعوا من بيفوز؟ توقع عمار. عمار عمار ليش؟ توقع عمار لان ليش عمار؟ انا عمار عارف الامور. هي معك سيارة. تتوقع من بيفوز؟ اخوك؟ لحظة، اخوك هل عنده خلفية رياضية؟ عنده يعرف الاندية؟ شوية. في ايش من صف اخوك؟ معك سيارة. رابع. رابع، تتوقع بيجي اولا ولا بيخسر؟ نقول ان شاء الله. لما ذكرنا الاشياء شكلك كنت بتروح بتجيب له حاجة. لا. طيب، القفل حق السيارة دقيقة، مع المسابقة بالرياح لك. والله والله مع المسابقة. ايش نوع السيارة؟ كورولا. كورولا. يعني اسرع اسرع بعدين بقول لك ايش. وين اسم السيارة؟ ها؟ قول له اسم نوع السيارة. وين اسم نوع السيارة؟ قوم السيارة، قوم السيارة. دي. ها. وين اسمها؟ اسمها رام. رام. هذه القفل. ها وبعدين؟ مريو ولا؟ هو في مسابقة دحين. مسابقة جيب مفتاح سيارة وجيب اسمها السيارة. طيب. ها؟ بالنص لك انه جيبه. من دحين. لا 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 لا. اسمها ايه السيارة؟ رام رام رام. رام. ناخذين تشيل القفل وما تريح. تعال الحق هناك. ما بقول من الموتر اللي طفيته مع بيبي. بعد الموتر. قريب يا الحقوه. رام صح. اسمها السيارة. رام. فاض اسمها. رام. رام. ها وعدنا نمسك البيدل. اها. وقرمة رياضية. يلا استحسن. نعم النيزة. أخذنه فيها أرقام سرية يعني. هذا أكبر مني. لازم نوسع آفاقه، أنت ممكن بتجيبها هذه في دقيقة صح؟ أيوه أنا يمكن يعني بحكم إنها كبير. قال سيكل. سيكل بدل عبا. غرمة رياضية. صبري صبري صبري. ايش من فريق ذا؟ ايش من نادي؟ ارسنال. ارسنال ممتاز. ما اعطانا قفل حق قفل. من السيارات تعرف؟ لا زكي. رياضية وش بغاك انت والقرمة؟ تعال قال هو القرمة. تبع فريق القرمة. حسن تعال تعال. صبري لو طرحناك انت معاهم بتقدر تجيب الحاجات دي. ايش من بسيطة صعبة. وسعوا يا بويا ساكن. هو فاز وفاز. دوروه قرمة رياضية. الشخص وين اللي جبته؟ الشخص اللي شوفوا ده. خلوا يجي بسرعة بسرعة. هذا هو الشخص. قلنا تعال تعال بسرعة. هذا الشخص له. وين المفتاح له؟ ساكن ده الأصفر. بانوينا دي القفل. واسمه شلت السيكل. اه ودي السيكل. دي السيارة اسمها شباب.
الباب وصحوا ما نقدر عمار وصل في الدقيقة الثالثة وخمسة عشر ثانية. طيب عمار جاب السيكل هذه السيكل من وين جاب؟ من عطاك إياه؟ بحشوان بحشوان سيكله تحت. يعني هذه مش من هذا الشارع؟ ألا من هذا الشارع من تحت؟ ايوه تحت. ايوه هذا المفتاح بسرعة جاء علي العطاس. وصلوا له يا شباب شوي. علي وين صاحب القرمة؟ وينه؟ تعال بسرعة خله بسرعة. عمار جاب السيارة، ايش المفتاح حق ايش من السيارة ذا؟ كورولا. كورولا ايش من نوع السيارة؟ ايش الشركة؟ ها؟ كورولا ايش؟ سوزكي تويوتا. تويوتا. كورولا تويوتا، صح مكتوب عليها تويوتا. السيكل هذه صح؟ باقي الشخص وين الشخص؟ ها؟ الشخص شوف وين. طيب ايش من نادي هذا؟ باريس. باريس ايش؟ ها؟ باريس سلماني سان جيرمان. لحظة عادوا ما فاز. أشوف علي العطاس وين اللي جبت السيارة؟ القفل دي. إيش اسم السيارة؟ روما. روما. روما إيش؟ إيش الشركة؟ تويوتا. تويوتا صح؟ موجود هنا. السيكل هذه تقولوا له هذا السيكل؟ باقي الشخص وينه؟ النادي؟ إيش اسمه؟ باير ميونخ صح؟ حامد الذي جاء أولا من؟ أمن؟ عمار. هو أعلنه عمار حقان جاء في 3 دقائق وربع وهو الفائز. اسمع له تحية عمار. بينما علي صح؟ علي طبعا لحظة علي جاء ثانيا نعطي له هذه الهدية من اسمنت حضرموت واسمنت العربي. مبروك عليك يا علي. افتح السيارة انتبه له. أما عمار مبدئيا أعطيله 20,000 ريال. اسمع له تحية أقوى. جيب الخزنة يا سعيد. الخزنة يا سعيد بسرعة. لا أحد يقدمه يا شباب. لا أحد يتحرك. بعطي لك كارت. جيب الكارت. مسك هذا الكارت اللي يفتح الخزنة. عمار هذه الأرقام واحد منهم صح والبقيات غلط. جاهز بتفتح؟ قل بسم الله وعلى بركة الله من مكانك. جاهز اضغط. تمام. اثنين اثنين. ايوه ايش تختاروا بعده بسرعة؟ اثنين اثنين. ايش؟ اربعة. المربع للأسف غلط. حاول محاولة ثانية. باقي لك محاولتين. ركز افتح رقم ثاني. طلع اثنين اثنين اربعة وكان غلط صح؟ لحد كل. ايوه المحاولة الثانية غلط. ركز آخر محاولة. عمار ركز يلا بسم الله. بسمل حاول تبسمل دائما. انت سويت 2-4. سوي المربع. ايش سويت عمار؟ ما توفقت. ايش المشكلة؟ صعبة الأرقام؟ صعبة. طيب سعيد بنفس الأرقام انت طرحت 2-4 صح؟ وبعده؟ 2-2-0. والثالث الأخير هذا 2؟ الأخير 2-2-5. هذه 3 أرقام غلط. سعيد سيفتح لك بنفس الأرقام. لو تقدمت شوية أو طرحت رقم آخر. الرقم الصحيح سعيد 2. أيوة 2. أيوة 7. شوف وهذه 100,000 ريال. للأسف ما كانت من نصيبك. طبعا الخزنة اليوم في حي السلام ما فتحت. عمار أدى أداء ما شاء الله وكان سريع لكن حصل له 20,000. كويس صح؟ مبروك عليك. طبعا 100,000 هنا ما زالت باقي غدا وبعد غدا هل تفتح. لكن عمار أمامه أيضا 100,000 إضافية أخرى بإمكانكم أنتم ترشحون لها. يدخل في الترشيح على 100,000 ريال كأفضل مشارك في الخزنة. إذا رأيتمه هو الأفضل خلال 24 حلقة صوتوا له على يوتيوب وفيسبوك وتويتر وسيحصل أيضا على 100,000 ريال. شكرا لك عمار مبروك عليك في أمان الله.